لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لو أنت صايم كلت أو شربت وأنت ناسي، صومك صحيح ولا باطل؟ أكمل الصوم يعني ولا أنا افطرت كده خلاص؟ لا، بنقول إن الصوم صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يعني دي رحمة من ربنا عز وجل بيك، ولا تؤاخذ على ذلك. الحاجة اللي الإنسان أخطأ فيها أو نسي أو أكره أو جهل، كل الحاجات دي الإنسان يعذر بيها. تاني، لو واحد ناسي أكل أو شرب وهو ناسي مش فاكر إن هو صائم، يعذر ويكمل صومه عادي لما يفتكر. طبعا الكلام ده في فرض والنفل، سواء في صيام الفرض أو في صيام النفل. طب كذلك الخطأ، واحد تناول مفطرا خطأ ما كانش قصده، يعني مثلا وهو بيتمضمض، مثلا بيتمضمض عادي جدا مش بيبالغ في المضمضة، وبعدين مثلا حصل هو شرق أو حد خضه من وراه أو أي حاجة راح بلع المي دخلت إلى الجوف، هو كده تناول المفطر خطأ لا يقصد ذلك. أو مثلا ماشي في طريق سايق مثلا شيء مكشوف، مثلا موتوسيكل أو عربية مكشوفة أو أي مكان، راح دخلت في فمي مثلا ذبابة فابتلعها، هو كده أفطر ولا لا؟ لا، لم يفطر، لأنه ده حصل بدون قصد منه، خطأ لم يقصد ذلك. كذلك الإكراه، لو واحد مثلا أكره على تناول مفطر بالمسدس على دماغه ومثلا كل الحاجة دي يا إما مثلا هتخك فاضطريت إن أنت تاكل الحاجة دي، ده برضو كده ليه؟ لا يفطر. الجاهل الذي تناول مفطرا من المفطرات وهو لا يعلم أنه يفطره، أو تصرف تصرفا وهو جاهل، سواء جاهل بالشرع أو جاهل بالواقع، زي ما مثلا ثابت في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. عدي بن حاتم في سبب نزول آية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أول ما نزلت الآية الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هو افتكر ان مش معناها اللي هو الفجر، هو افتكر معناها ان لما الدنيا تنور قوي، بحيث ان احنا لما نطلع كده حبل ابيض وحبل اسود، عقال ابيض وعقال اسود، وتبص فيهم كده تعرف ان ده الابيض وده الاسود، تبين لك الالوان يعني. فكان بيقعد ياكل لغايه كده، فالناس قال: ان وسادك اذا العريض انما هو بياض النهار وسواد الليل، يعني مقصود الفجر يعني. ومع ذلك لم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما افطر فيه. ليه؟ لانه افطر بجهل، فدل ذلك على صحة صومه. وارد برضو كذلك حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم تذكر قضاء، فدل على عدم وجوب القضاء. يعني ايه؟ يعني كان في يوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حصل فيه غيم، غيوم كتيرة، فالناس افتكروا ان الليل ليل من شدة الغيوم بقى والدنيا بقت ضلمة خالص، افتكروا ان المغرب دخل ففطروا، وبعدين ايه؟ راحت طلعت الشمس من وراء الغيوم دي، ولم يؤمروا بالقضاء. كذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برضو الناس في يوم أفطروا، كان يوم غيم، ثم طلعت الشمس من وراء السحب، فقال الناس: نقضي. فقال عمر: لما؟ والله ما تجانفنا الإثم. يعني ليه نقضي؟ احنا لم نتعمد الإثم، لم نمل للإثم، يعني ما كناش متعمدين، خطأ حصل جهلا منا بعدم دخول الوقت، بعدم انتهاء الوقت. فدل ذلك على ان المخطئ، الجاهل، الناسي، المكره، كل دول معذورين في صيامهم وصومهم صحيح. وزي ما قلنا الكلام ده يشمل صيام الفرض ويشمل كذلك صيام النفل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.